تفضلت به حول علاقة أمريكا وطبيعة العلاقة التي تحكم أمريكا بدول الخليج، يمكن أن نقف على ثلاث مراحل زمنية تميزت في العلاقة. المرحلة الأولى هي مرحلة الحرب الباردة منذ الخمسينات والستينات والسبعينات وحتى الثمانينات. دول الخليج هنا كانت يعني في هامش الأحداث، ذلك أن النظام الجمهوري العربي متمثل في مصر وفي سوريا والعراق والجزائر كان متصدر المشهد، والنظام الملكي تابع. لما سقط الاتحاد السوفيتي عام 1990 دخلنا في مرحلة جديدة، حيث أن أمريكا هنا استبدلت الخطر الشيوعي بالخطر الإسلامي، وبالتالي أعيد إنتاج المنظومات وبالذات المنظومات الأمنية لدول الخليج حتى تتوافق مع هذا. وبالتالي موضوع شيطنة الجهاد وضرب أصحاب الاتجاه الجهادي تم في سجون السعودية وسجون الإمارات وسجون الخليج عموما. المرحلة الثالثة هي دخول الثورة العربية التي غيرت كل المعادلات، وحينئذ احتاجت أمريكا إلى من يسندها في الثورة المضادة أو في إدارة الثورة المضادة، وعليه فهنا الإمارات حصلت على فرصة متقدمة. لماذا؟ لأن استعدادها قوي، ولأن البنية التحتية الأمنية التي يعني بنيت فيها، ثم التحفز الذي أبداه محمد بن زايد وقدرته على الصرف، لأنه لا أحد يحاسبه على ثروات شعب الإمارات. هذا هيأ ورشح محمد بن زايد لكي يقوم بدور متقدم في الثورة المضادة. ولكن الذي يحكم العموم العلاقة هو علاقة تابع بمتبوع لا أكثر.